بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنقدم من خلاله ملخص حول درس الصخور الصهارية. في الدرس السابق تعرفت على أنواع البراكين ورأيت بأن البراكين تنقسم إلى براكين انفجارية تتميز بانفجارات مهمة وإلى براكين انسكابية تتميز بتدفقات لافية طويلة ومائعة. ورأيت بأن هذه التدفقات اللافية سواء في البراكين الانفجارية أو البراكين الانسكابية عندما تتبرد هذه التدفقات اللافية سواء في باطن الأرض أو في سطح الأرض تتحول هذه السهارة أو هذه الحمم البركانية إلى صخور تدعى بالصخور الصهارية. ما هي الصخور الصهارية؟ وما هي أنواع الصخور الصهارية؟ وكيف تتشكل الصخور الصهارية؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا الفيديو. إذا هذه اللوحة تقدم لنا بعض الأمثلة للصخور الصهارية، مثال صخرة الكابرو، صخرة الجرانيت، صخرة الأنديزيت وصخرة البازلت. عند ملاحظتنا مثلا لبعض الصخور كصخرة الأنديزيت، كصخرة الكابرو، كصخرة الجرانيت والبازلت، نلاحظ أن هذه الصخور تحتوي على حبيبات متفاوتة في القد. هذه الحبيبات تسمى بالبلورات. ما هي البلورات؟ البلورات هي عبارة عن حبيبات معدنية تتشكل عند تحول الصهارة إلى صخور. درست كما قلنا قبل قليل البراكين الانفجارية وقلنا بأنها تتواجد بمناطق التمر أو مناطق تقارب الصفائح الصخرية، وبراكين انسكابية تتواجد على مستوى الذروة المحيطية أو مناطق التباعد. سندرس بعض الصخور التي تتكون على مستوى البراكين الانفجارية مثال الجرانيت والأنديزيت، وسندرس بعض الأمثلة للصخور الصهارية التي تتكون على مستوى البراكين الانسكابية كالبازالت والكابرو. عند ملاحظة هذه الصخرة، صخرة الكابرو التي تتكون على مستوى منطقة الذروة المحيطية، نلاحظ أن بها حبيبات سوداء وحبيبات بألوان مختلفة. هذه الحبيبات تدعى البلورات. هذه البلورات تتكون انطلاقا من تحول الصهارة إلى صخور صهارية. ما هي البلورات كما قلنا؟ البلورات هي عبارة عن حبيبات معدنية قد ترى بالعين المجردة كما هو الشأن لهذه الصخرة صخرة الكابرو، وقد ترى بواسطة المجهر المستقطب. إذا من خلال هذه الوثيقة التي بين أيدينا سوف نتعرف على كيف تتحول الصهارة إلى صخرة صهارية، وكيف تتكون خلال هذا التشكل، يعني خلال تبريد الصهارة وتحولها إلى صخور صهارية، سنرى كيف تتشكل البلورات المختلفة القد. إذا لفهم العلاقة بين سرعة التبريد وقد البلورات، قلنا قبل قليل أن هناك بلورات كبيرة القد وبلورات صغيرة القد، هناك بلورات متفاوتة الأحجام ومختلفة الألوان. هذه البلورات أو قد هذه البلورات يرجع إلى سرعة التبريد. لماذا سرعة التبريد؟ لفهم هذه العملية أو هذه العلاقة، أي العلاقة بين سرعة التبريد وبين قد البلورات أو حجم البلورات، نقوم بصهر الكبريت. لماذا استعملنا الكبريت؟ لأن الكبريت يمكننا من خلاله أن نحاكي ما يحدث على مستوى البراكين، لأن الصهارة تكون درجة حرارتها مرتفعة جدا 800 دوغري سيليسيوس 1200 دوغري سيليسيوس، وبالتالي لا يمكننا أن نقوم بتجارب باستعمالها، لكننا سوف نستعمل الكبريت المنصهر الذي سوف يأخذ دور الصهارة في هذه التجربة. إذا سوف نقوم بصهر الكبريت ونوزعه على ثلاث أواني بدرجات حرارة مختلفة. إذا الإناء الأول يتميز بدرجة حرارة 40 دوغري سيليسيوس، يعني درجة حرارة مرتفعة، والإناء الثاني يتميز بدرجة حرارة معتدلة، والإناء الثالث يتميز بدرجة حرارة منخفضة جدا. إذا تساءلنا
ما هو الإناء الذي سوف يحدث فيه تبريد سريع للكبريت من الانصهار؟ بمعنى إذا شدينا هذا الكبريت اللي درنا له انصهار، اللي قمنا بتسخينه حتى أصبح منصهرا ووضعناه في هذه الأواني الثلاث، شكون هو الكبريت اللي غادي يبرد ببطء؟ واش هو الكبريت اللي حطينا في درجة الحرارة مرتفعة ل 40 درجة سيلسيوس، ولا اللي حطينا في درجة حرارة معتدلة، ولا اللي حطينا في درجة حرارة باردة؟ شكون اللي غيبرد ببطء ماشي بسرعة؟ لا شك أن الكبريت المنصهر الذي سوف يتبرد بسرعة هو الذي قمنا بوضعه في درجة الحرارة منخفضة، في درجة حرارة منخفضة يعني في وسط بارد. الكبريت الذي وضعناه في الوسط البارد هو الذي سيتبرد بسرعة، بينما الكبريت الذي وضعناه في وسط بدرجة حرارة مرتفعة هو الذي سيتعرض لتبريد سوف يبرد ببطء. إذن عندما تبرد يبرد الكبريت ببطء يؤدي هذا إلى تكون بلورات كبيرة القد. عندما يتعرض الكبريت المصاهر لتبريد متوسط يعطينا بلورات صغيرة، عندما يتعرض الكبريت لتبريد صغير لا تتكون البلورات. إذن هناك علاقة بين سرعة التبريد وبين تكون البلورات. كلما كان التبريد بطيئا كلما كان قد البلورات كبيرا. إذن احفظ هذه الجملة، كلما كان التبريد بطيئا كلما كان قد البلورات كبيرا. قلنا أن هذه التجربة هي تجربة لفهم كيف تتشكل البلورات المختلفة القد التي رأيناها قبل قليل في الصخور الصهارية. إذن الصهارة إذا تعرضت لتبريد بطيء سوف تتشكل فيها بلورات كبيرة. إذن عندما نرى صخرة صهارية تحتوي على بلورات كبيرة نستنتج بأنها تعرضت لتبريد بطيء. عندما نرى صخرة صهارية تحتوي على بلورات صغيرة القد نقول أنها تعرضت لتبريد بطيء أو تبريد عفوا متوسط. إذا وجدنا صخرة صهارية لا تحتوي على بلورات فنقول أنها تعرضت لتبريد سريع. الصخور الصهارية تنقسم إلى قسمين، سوف نبدأ بالقسم الأول وهي الصخور التي تتكون على مستوى الذروة المحيطية. إذن على مستوى الذروة المحيطية تلاحظون هذه ملاحظة مجهرية لصخرتين تتكونان على مستوى منطقة الذروة المحيطية وهما صخرة البازلت وصخرة الجابر. كما تلاحظون هذه الملاحظة المجهرية لصخرة الجابرو لصفيحة دقيقة من صخرة الجابرو توضح على أن الجابرو يحتوي على بلورات كبيرة القد وصغيرة كذلك القد. كما تلاحظون هناك بلورات متفاوتة الحجم، بما أن فيها بلورات متفاوتة الحجم نقول بأنها تعرضت للتبريد البطيء لأنها تتميز بوجود بلورات كبيرة كما قلنا سابقا. بينما إذا لاحظنا الصفيحة الدقيقة لصخرة البازلت نجد بأنها تحتوي على بلورات صغيرة القد أو ما يصطلح عليه بالميكروليتات، وتوجد مادة غير متبلورة تسمى بالعجين الزجاجي. العجين الزجاجي هو مادة غير متبلورة نتجت عن التبريد السريع الذي تعرضت له صخرة البازلت. إذن من خلال ملاحظتنا لهاتين الصخرتين اللتان تتشكلان على مستوى الذروة المحيطية انطلاقا من نفس الصهارة نقول بأن لهما بنيتين مختلفتين. بنية الصخرة الجابرو هي بنية محببة لأنها فقط تحتوي على حبيبات على بلورات كبيرة القد، بينما صخرة البازلت هي صخرة تحتوي على بلورات بأحجام مختلفة وكذلك تحتوي على مادة غير متبلورة تسمى العجينة الزجاجية والتي تتكون بفعل التبريد السريع. إذن نقول بأن صخرة جابرو تتميز ببنية محببة، وبما أنها تتميز ببنية محببة فنقول عنها بأنها صخرة بلوتونية
الصخور بلوتونية هي الصخور التي تتكون انطلاقا من تبريد الصهارة في باطن الأرض. وبما أن هذه الصخرة صخرة الجابرو تحتوي فقط على البغلاورات، فنقول بأنها تميزت بتبلور أو خضعت لتبلور كامل لأنها تحتوي فقط على البغلاورات. بينما صخرة البازالت تحتوي على مادة غير متبلورة، إذا نقول بأنها صخرة غير متبلورة بالكامل أو غير كاملة التبلور. هذه الصخرة صخرة البازالت كما تلاحظون تحتوي على بلورات كبيرة، بلورات صغيرة، أو ما يصطلح عليه بالميكروليتات. ميكروليتات يعني بلورات صغيرة. هذه الميكروليتات منها أخذنا اسم بنية البازالت والتي يطلق عليها بنية ميكروليتية. إذن بنية الجابرو بنية محببة، صخرة الجابرو هي صخرة بلوتونية لأنها تتكون انطلاقا من تبريد الصهارة في باطن الأرض. صخرة الجابرو هي صخرة كاملة التبلور، بينما صخرة البازالت هي صخرة غير كاملة التبلور لأنها تحتوي على عجين زجاجي. هي صخرة ذات بنية ميكروليتية لأنها تحتوي على ميكروليتات. هي صخرة بركانية لأنها تتعرض للتبريد على سطح الأرض. إذن نعلم بأن صخرتي البازالت والجابرو تتشكلان في الذروة المحيطية انطلاقا من نفس الصهارة. فما هو السبب في اختلاف بنيتيهما؟ قلنا أن السبب هو سرعة التبريد. صخرة الجابرو تعرضت لتبريد بطيء في باطن الأرض، نشأت عنه بنية محببة، صخرة بلوتونية كاملة التبلور. صخرة البازالت تعرضت للتبريد على ثلاث مستويات، في الخزان الصهاري، في المدخنة، وعلى سطح البركان. وبالتالي فهي تتميز بكونها صخرة بركانية ذات بنية ميكروليتية وغير كاملة التبلور. نفس الملاحظة بالنسبة لصخرتي الجابرو، لصخرتي الأنديزيت وصخرة الجرانيت. كما تلاحظون في هاتين الوثيقتين أو الملاحظتين المجهريتين تشاهدون بأن الأنديزيت يحتوي على، هنا توجد صخرة الأنديزيت، دونك الأنديزيت تحتوي على عجين زجاجي، بينما صخرة الجرانيت تحتوي على بلورات كبيرة القد. وبالتالي نقول بأن صخرة الجرانيت هي صخرة بلوتونية ذات بنية محببة كاملة التبلور، بينما صخرة الأنديزيت هي صخرة غير كاملة التبلور، وصخرة بركانية، وصخرة تعرضت للتبريد في على ثلاث مراحل. إذن باختصار تنقسم الصخور الصهارية إلى قسمين أساسيين: الصخور الصهارية البركانية كالبازالت والأنديزيت، الصخور الصهارية البلوتونية كالجرانيت والجابرو. الجرانيت والجابرو يتميزان ببنية محببة وهما كاملتا التبلور وتعرضتا للتبريد في باطن الأرض وتسميان بصخور بلوتونية. الأنديزيت والبازالت لهما بنية ميكروليتية ويتميزان بتبلور غير كامل وتعرضتا للتبريد في الخزان الصهاري وعلى المدخنة وعلى سطح البركان وتسميان بصخور بركانية. شكرا على حسن إنصاتكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.